ما فيش تخبط، هي طبعا إنسانة راشدة وعارفة هي بتعمل إيه، وممكن يكون لحظة إحباط ولا حاجة فأدت التصريحات دي أو كتبت الكلام ده على الانستجرام، محتاجة إنها تركب ترند أو شيء من هذا القبيل. هي عندها متابعين وفانز تجاوزوا 7 مليون، فأنت بتتكلمي في حاجة مش منطقية خالص يعني. هي مش محتاجة الكلام ده يعني، عندها شهرتها، عندها مكانتها، عندها أسرتها مترابطة وكلنا بندعمها طبعا في عملها وشغلها، كلها أمور طبيعية يكون الإنسان يكتب الكلام ده. أعتقد برضو أنه بيبقى بينشد نجاح أكبر، بينشد أنه هو ممكن يكون متعرض لظلم ما، فبيلفق النظر لأمور أخرى وهكذا. مرهان هتعود عودة سريعة، دي استراحة محارب إن شاء الله. مرهان تحقق اللي هي عايزة.